طيب، بمناسبة الإحصاءات وبمناسبة المعلومات، حضرتك كنت رئيس في فترة من الفترات لمركز دعم القرار. يعني أعتقد أن في ناس كتير ما تعرفش كيف تدور المسألة داخل هذا المركز، وهو موجود حاليا في حياتنا وله إسهاماته. يعني صحيح، هو المركز ده أنشئ في 1985، وهو فكرة من وجهة نظري فكرة عبقرية. يعني من أسسوه في هذا الوقت قرروا أن هم أو أدركوا أنه القرارات بتؤخذ في مصر بدون معلومات كافية. أيوه. فبالتالي لازم يكون في مركز، وهذا المركز كان تابع لرئيس الوزراء على اعتبار أنه مجلس الوزراء هو اللي بياخد قرارات كثيرة تنفيذية. فبالتالي من المهم أن يكون لدى هذا الكيان الهام جدا هو مجلس الوزراء، يكون لديه زي مركز فكر، بس يكون مركز الفكر ده بيكون قائم على المعلومات ويوفر المعلومات لمتخذ القرار. على سبيل المثال، مثلا الدعم، قضية الدعم دي قضية موجودة منذ سنوات طويلة جدا، لكن إيه المعلومات المحيطة بها اللي يجب أن يكون أمام أي متخذ قرار؟ تكلفة الدعم قد إيه؟ طيب رفع الدعم هيؤدي إلى إيه؟ طيب أدعم أني سلعة وما أدعمش أني سلعة؟ طب لو دعمت السلعة دي، طيب هي سلعة مستوردة ولا سلعة محلية؟ طب لو كانت مستوردة، طيب لو الأسعار ارتفعت، طب إزاي هلتزم بيها والأسعار ترتفع بالدولار وفاتورة التصدير تبقى الاستيراد هيبقى شكلها إيه؟ إلى آخره. ففي كثير من المعلومات المهمة المفروض الدولة تدعم كم في المية من الأسر؟ هل من المنطقي ان احنا ندعم 90% من الاسر ولا ندعم 60%؟ طيب الوفر في الدعم من 90% ل 60% ده، يعني كل هذه الحسابات والتقديرات تتم في ذلك المركز. من هنا ايضا كان اسمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. هو على فكره مش بالضروره انها تتم داخل مركز، يعني ممكن يكون في اجزاء مختلفه بتيجي من حتت مختلفه، يعني لكن من خلال المركز. الحقيقه انا بتكلم في المعلومات على انها في زي يعني مراتب معينه، يعني زي بالظبط ما انه في قماش، والقماش ده بيفصل الى ملابس. القماش ده قبل كده كان غزل، وقبل كده كان قطن مثلا او صوف الى اخره، ففي مراحل مختلفه. فالمعلومات يعني احنا عندنا طبعا الجهاز المركزي التابع للعامه والاحصاء هو اللي بيصدر المعلومات الخام اللي بتغطي كل حاجه، لكن المعلومه الخام دي ما تنفعش لمتخذ القرار. متخذ القرار لازم يحطها في سياق معين. فالمركز كان بيقوم بهذه المهمه، ياخد المعلومات مثلا من جهاز مركزي التابع للعامه والاحصاء، من البنك المركزي، من وزارات اخرى، ويعمل منها زي قصة كده لمتخذ القرار، بحيث انه تكلفة هذا القرار بمكوناتها هي كذا وكذا وكذا، وهناك بدائل ممكن تاخد بديل واحد او اثنين او ثلاثة، وكل واحد له تكلفة وله عائد. فبيبقى متخذ القرار قدامه زي بدائل مرتبطة بتكلفة وعائد، فيقدر يقرر بسهولة. لكن لو مجرد انه في بدائل الناس تقعد تفكر فيها بدون ما يكون قدامها معلومات، بيبقى طبعا اتخاذ القرار عمليه قد تكون يعني مضره جدا بالصالح العام.